عليكم السلام. عليكم السلام. سامعني كويس ان شاء الله؟ ايه دكتور واقع. اليوم راح نبدأ بموضوع جديد ان شاء الله، بس خليني اذكركم باخر شيء عملناه. انا اسف على المحاضرة الماضية، عندي مشكلة صحية اشتدت علي وقت محاضرتكم، فاضطريت اعتذر. ما تشوف شرط لا بعرف. طيب، قبل ما ننتقل لموضوعنا الرئيسي اللي هو السيمانتيك اناليسز، خليني اذكركم ب اخر شيء عملناه، وخلينا نشوف مثال اخر على الالجوريثم. المحاضرة الماضية شفنا الـ SLR Parsing Algorithm، أوكي؟ وبكل بساطة the essence of this algorithm هي الـ DFA هاي، Deterministic Finite Automata هاي. ليش بنستخدمها؟ نستخدمها دائما عشان نعرف إذا اللي موجود عندي في الورك أريا تاعتي، اللي موجود على الستاك، is a viable prefix. شو يعني viable prefix؟ يعني prefix of the handle. طالما انه عندي viable prefix معناها بكل بساطة no parsing error has been detected. ما في syntax error اكتشف لغاية الآن. معناها أمورنا طيبة، we can continue. على أمل تكتمل الهاندل ونعمل الريدكشن المناسب. اوكي؟ تذكروا ال DFA هاي كمان مش بس بتحكي لي اذا اللي عندي viable prefix ولا لا، انما كمان بتعطيني clue about what to do next. هل لازم اعمل shift ولا لازم اعمل ايش؟ ولا لازم اعمل reduction؟ فعلى سبيل المثال اذا توقفت في state زي هاي فيها هذا الايتم، اذا ملاحظين الدوت موجوده هون، معناه واضح انه we should do shift. بينما اذا الدوت موجوده هون معناها الـ right hand side of this production اكتمل، وبإمكاننا نعمل إيش؟ reduction. للتذكير بس، وشفنا المحاضرة الماضية مثال كيف نعمل parsing لهذا الـ string. Okay. فإذا بتذكروا حكينا أوكي والله في البداية we start with this configuration int star int dollar sign. شو يعني؟ يعني left substring empty، يعني محتويات الستاك empty، ما في عندي أي شيء. الآن هل هذا الـ left substring viable prefix؟ راح نسأل إيش؟ الـ DFA. الـ DFA طبعاً بما أنه الـ start state is an, a final state is an accept state، معناها راح تحكي له أوكي accept. راح نتوقف في الـ state رقم واحد إذا بتذكروا، والـ state رقم واحد طبيعة الـ items اللي فيها بيحكوا لنا ايش؟ بيحكوا لنا بكل بساطه هذا الايتم وهذا الايتم. على سبيل المثال بيحكوا والله اذا النكست كاركتر، يعني اعمل لوك اهيد، واذا كان النكست كاركتر هو انت يو كان شيفت. نعم، اذا شرط الشيفت متحقق، اذا راح نعمل شيفت. يعني النكست كونفجريشن في الخطوه التاليه راح يكون عندنا الوضع كالتالي: انت والبار هذا حركناه لهون بدنا شيفت، وعندي هون ستار انت دولار ساين. تغير الليفت سبسترينج؟ نعم يتغير. لازم نسأل هل هو viable prefix ولا لا. رح نرجع لهاي ال DFA، والآن الستاك فيها انت، رح نسألها هل ال انت هذا viable prefix. رح ندخل محتويات الستاك bottom up كانبوت لهاي ال DFA. ال DFA بتحكي انت، رح تنقلنا من الستارت ستيت للستارت ثلاث. نعم، بإمكاننا نتوقف ونحكي إيش؟ success. نعم، viable prefix. طيب what to do next؟ في عندنا شو؟ item بيقترح نعمل shift، و item ثاني بيقترح نعمل reduction. بس إذا بتذكروا ضفنا heuristic عشان to resolve this conflict، يعني عندنا shift reduce conflict في هاي الستيت. والالجوريثم ضفنا لها إيش؟
ضفنا لها هيورستيك اذا بتذكرين اذا بتذكروا عشان نشوف اذا شرط الريدكشن متحقق. شرط الريدكشن يكون النكست انبوت سيمبل اللي هو الستار ان ذا فولو سيت اوف تي which is not the case. اذا بترجعوا للفولو سيت التي اللي حسبناها قبل هيك ما فيها ستار. شرط الشفت يكون النكست انبوت سيمبل هو ستار which is the case. اوكي okay. اذا رح نعمل شفت اذا في الخطوه التاليه راح يكون عندنا انت ستار يعني بار انت دولار صار. يعني شو عملنا؟ ضفنا ستار على الستاك. هل انت ستار فايبل بريفكس؟ نعم. انت راح تجيبنا للستيت 3، الستار راح تجيبنا للستيت رقم 11. اكسبت. نعم. توقف في الستيت رقم 11 فايبل بريفكس. اوكي واضح الايتمز اللي هون بيقترحوا نعمل شو؟ بيقترحوا نعمل بيقترحوا نعمل شيفت لانه شرط الشيفت متحقق وجود انت. اذا رح نعمل شيفت مره ثانيه. الان هذا المثال اخذناه المحاضر الماضي، شو رايكم نعمل عليه موديفيكيشن جديد؟ نتصور انه في عندنا تو ستارز هون، يعني بدل الانت هاي انما عندنا ايش؟ ستار انت هون. شو راح يصير الان؟ لما اعمل شيفت راح يصير عندي انت ستار لما بدي اعمل شيفت الان راح يكون في عندي مشكله. شرط الشيفت مش متحقق. ليه؟ لأنه شرط الشفت يكون إما تي بعد الدوت أو أوبن براكت بعد الدوت أو إنت بعد الدوت أو إنت بعد الدوت. بالتالي لو كانت ستار ستار مش ستار إنت إنما ستار ستار إنت بقدرش أعمل شفت وبقدرش واضح أعمل ريدكشن لأنه ما في آيتم بيقترح علي أعمل ريدكشن في هالستيت. طيب الحالة هاي حسب الالجوريثم اذا بتذكروا راح نضطر نتوقف. اوكي اذا ما بنقدر نعمل شيفت ولا بنقدر نعمل ريدكشن راح نتوقف ونحكي ايش في عندنا بارسينج ايرور. اوكي فهي الفكره بكل بساطه. صحيح من البدايه لو احكي لك والله هل انت ستار ستار انت belongs هذا الاكسبريشن belongs the language of the grammar هل هو legal صحيح. اذا بتذكروا الجرامر وصحيح بامكانكم تتذكروها من طبيعه الايتمز اللي عندنا هون ساعدكم تتذكروها بامكانك تستنتج انه لا والله الجرامر ما بتسمح ل تو ستارز يظهروا ورا بعض واضح انه not legal we cannot derive it من الجرامر. بس حبيت اذكركم بهذا الموضوع لانه شرحناه بشكل سريع باخر المحاضره الماضيه وهو موضوع مهم بنفس الوقت. اذا في اي سؤال يا اخوان هذا وقت مناسب تسالوا، لما في اي سؤال ننتقل لموضوعنا الثاني. طبعا المثال عندكم موجود هون، هذا الاكزامبل هو كيف تعمل بارسينج اس ال ار بارسينج لانت ستار انت بالخطوات بالتفصيل. أي سؤال يا أخوان؟ إذا ما في أي سؤال راح ننتقل لموضوعنا التالي في عملية الكومباليشن المرحلة التالية اللي هي مرحلة السيمانتيك أناليسيس. ما في أي سؤال؟ اوكي كلش واضح لك سامح يعطيك العافيه. خلاص اوكي
اوكي يا اخوان، المرحله التاليه في عمليه الكومبايليشن اللي هي مرحله السيمانتيك اناليسيس. اوكي، الاسم مخيف شوي بس زي ما راح نشوف الامور ان شاء الله مش صعبه كثير. تابعوا معي ان شاء الله راح تفهموه كويس. بعرف في هاي المرحلة من الفصل بتكون الأسايمنت كثرت عليكم والمشاريع كثرت والمتابعة صعبة، بس بدي أذكركم بشغلة معلش دائما بحكيها، إنه لما تشتد الأمور بهاي الطريقة أنت أحوج ما تكون لأنك تضلك متابع المواد، تحضر المحاضرات وتذاكرها أول بأول. لا تخلي المشروع اللي بياخذ منك 4 5 6 ساعات برمجة في اليوم يكون على حساب بقية المواد. اوكي، لانه هذا المشروع، مشروع التخرج اللي بتسموه، هو ماده زيه زي اي ماده اخرى، بالنهايه عليه 3 ساعات الفصل هذا. اوكي، وبالتالي لو جبت في A بلس وبقيه المواد قصرت فيها لا سمح الله راح يتاثر معدلك بشكل سلبي، فلازم تضلك متابع المواد اول باول عشان ما تتاثر معدلك بسبب ماده المشروع او بسبب الاساينمنت المختلفه اللي عندك. ولما احكي تابعها اول باول تذكروا معناها احضر المحاضره وذاكرها بنفس اليوم المحاضره اللي اخذتها فيه، وهي المذاكره مش راح تاخذ اكثر من 3 ساعه يعني المفروض. اوكي، هيك بتضلك مسيطر على باقي المواد وان شاء الله بتعملي كويس بالفاينانس. ف نرجع لموضوعنا سيمانتيك اناليسيس. سيمانتيك اناليسيس هو اور لاست لاين اوف ديفنس. يعني راح نشوف والله البروجرام اللي اجتاز مرحله الليكسيكال اناليسيس واجتاز مرحله السينتاكس اناليسيس ممكن لسه يكون في انواع مختلفه من الايرورز، لانه في الليكسيكال اناليسيس احنا كنا نحاول نعمل توكنايزيشن للبروجرام، والمشاكل اللي كنا نبحث عنها مشاكل زي شو؟ والله استطعنا نعمل توكنايزيشن لل بروجرام بشكل كامل، معناها ما فيش عندنا ستري كاركترز ما استطعنا نتعرف عليها كايدنتيفاير او ككي وورد او ككونستانتس او كاوبريتورز. اوكي، بالتالي برنامجنا سليم من هاي الناحيه، هو ليكسيكالي والفورمد ما عندناش مشكله. وبما انه اجتاز مرحله البارسينج، مرحله السنتكس اناليسيس، معناها هو كمان سنتاكتيكلي والفورمد من ناحيه السنتكس والفورم. شو يعني؟ يعني والله الاف ستيتمنت صحيحه، مش ناسين قوس، مش ناسين سيمي كولون، مش كاتبين الس ومش كاتبين عدد الالسز اكثر من عدد الاف ستيتمنت. اوكي، هاي المشاكل كلها نكتشفها لو موجوده مرحله السنتكس اناليسيس. الاكسبريشنز ار بادد، لكن هذا الكلام زي ما راح نشوف ما بيعني ان البروجرام تاعنا ما في ايرورز، ما بيعني هذا الكلام انه البروجرام از ليجل. فلو تطلعوا على هذا البروجرام على سبيل المثال راح تشوفوا انه من ناحيه الليكسيكال، ليكسيكالي والفورم، بمعنى ما في ليكسيكال بروبلمز. سينتاكتيكلي از والفورم، بمعنى ما في بارسينج بروبلمز، ما في بارسينج ايرورز، ما في سينتاكس ايرورز. بس مع ذلك ممكن يحتوي العديد من الايرورز. هذا البروجرام مكتوب بلانجويج شبيهه بالجافا اسمها دي كاف. اوكي، دي كاف لانجويج مش مشهوره، بيستخدموها لاغراض تعليميه عاده عشان يكتبوا لها كومبايلرز على سبيل المثال. فهي اللانجويج يا اخوان اللي مكتوب في هذا البروجرام شبيهه بالجافا، وبالتالي بامكانكم بسهوله تكتشفوا معظم الاخطاء اذا مش كلها. تأملوا لي البروجرام هذا، مين بيحكي لي شو الأخطاء الموجودة؟ خطأ واحد على الأقل. متغير الواي ما عرف سابقا. نعم، الواي is undeclared. مستخدمينها. والانت اكس مسنود له string، new string. نعم، صحيح. الواي هون is undeclared، لا هي integer ولا هي float ولا string ولا أي شيء. هاي أول error، undeclared، undeclared variable. الـ x زي ما حكى زميلكم معرفة كـ integer array of integers، لكن مسنود لها string
object. Okay, كأن data type mismatch هنا، كأن type problem. Okay، شو كمان؟ أتوقع دكتور method do something ما فيها شيء. هاي ما هي مشكلة يعني do something ما في arguments ما عندنا مشكلة. Do something ما ترجع شيء. إيه ما ترجع شيء وإحنا قايلين إن return do something. No, do something صار في مشكلتين. برافو عليكم، تقريبا اكتشفتوهم الثنتين. إنه ما بيرجع شيء هاي بحد ذاتها ما في مشكلة، بس ما بصير تستخدمه في عملية في expression زي هذا. بيفترض إنه بيرجعوا values وبالتالي أنا بدي أعمل addition لهاي values. نعم، هاي المشكلة صحيحة موجودة. كمان مشكلة ثانية إنه do something معمول له overloading صح؟ إيه ثنتين. ثنتين. في two definitions لا do something. بس كنا بنعرف إنه overloading جائز بس بشرط إنه the definitions المختلفة must differ في number of parameters أو the type of parameters. Okay؟ وهذا مش حاصل هون. do something هنا الاوفرلودنج في عنا مشكلة فيه لأنهم الاثنين بياخذوا زيرو parameters زيرو arguments في عنا مشكلة. شو كمان؟ my string هو string وينضرب بالواي. my integer الأصل. اي my integer معلش. نعم معرفينه string بس مستخدمينه بعملية ايش؟ multiplication. بس تعرفوا the string does not support the multiplication. شو يعني إني أخذ string زي علي على سبيل المثال وأضربه بخمسة؟ شو راح يعطيني؟ راح يعطيني جاره الخامس ولا جده الخامس ولا إيش بالضبط؟ ما لها معنى. أوكي، طبعا في بعض اللانجوجز زي البايثون على سبيل المثال نعم لها معنى، وبكل بساطة معناها كرر لي هذا string خمس مرات ولو ست مرات أو سبع مرات، يعني عمل له concatenation مع نفسه. أوكي، أربع خمس مرات. بس بالجافا بتعرفوا الجافا التايب داتا تايب سترينج فيها does not support هاي الاوبريشن. اوكي، الملتيبليكيشن. الان صحيح اكتشفتوا معظم المشاكل، بس في مشاكل اخرى على سبيل المثال انه والله شو بضمن لي انه ماي كلاس هاي اللي بتحكي انها امبلمنت ماي انترفيس فعلا تعمل امبلمنتيشن لماي انترفيس. تعرف شو يعني class implements an interface؟ لو تروح لهذا الانترفيس على سبيل المثال تفتحه، اوكي، راح تلاحظ شو موجود فيه؟ abstract methods او بمعنى اخر signature methods. فقط signature. تعرفوا شو signature method؟ اللي هو عمليا الجمله الاولى declaration للميثود فقط بدون buggy. هاي الجمله مع semicolon موجوده وين؟ مثلا اوكي في الماي انترفيس، في الانترفيس. الان معنى انه الكلاس ماي كلاس امبلمنت هذا الانترفيس وكانه تعهد مني ان الكلاس اللي انا بكتب فيها الان راح تحتوي على شو؟ على كل الميثود الموجوده في الانترفيس. نعم، راح تحتوي على ديفينيشن لكل الميثودز اللي مذكوره في ماي انترفيس اللي ديكليرد عمليا في ماي انترفيس. اوكي، الان طيب دكتور. نعم، في السطر الأخير اللي هو كاتب no main function. نعم، في هاي لازم نكتبها ولا؟ نعم، في هاي اللانجوج كل كلاس لازم تحتوي على main function. بعرف في الجافا هذا الحكي مش صحيح. اوكي، في الجافا مش بالضرورة كل كلاس يكون فيها main function، بس في هاي اللانجوج كل كلاس فيها لازم يكون فيها main. فعدم وجود مين هذا يعتبر ايش؟ يعتبر ايرور. اوكي؟ لان السؤال هو، نعم، السؤال هو كيف بامكاني اضمن انه الكلاس هاي بتحتوي على ديفينيشن لكل الميثودز المذكوره في ماي انترفيس، ديكليرد في ماي انترفيس. اوكي؟ اذا هاي الايرورز المختلفه لاحظ cannot be detected, cannot be caught لا باي syntax analyzer ولا باي lexical analyzer. بالتالي برنامج تاعنا بالرغم من انه مر بنجاح من مرحله اللكسيكال اناليسيس ومن مرحله السنتكس اناليسيس الا انه يمكن لسه يحتوي على ايش؟
أخطاء errors. بالتالي إحنا بحاجة إلى another line of defense. صحيح راح يكون our last line of defense, خط دفاعنا الأخير. إذا في errors it must be caught at this stage, semantic analysis stage. لاحظ الparsing, في مرحلة الparsing we couldn't capture or catch هاي الerrors بكل بساطة لأنه الcontext free grammar is not expressive enough عشان نحكي فيها كل شيء احنا عاوزينه عن اللانجوج تاعتنا. يعني احكي لك كيف الكونتكست فري جرامر اللي درسناها مع بعض كيف بامكاني اشترط انه الفيريبل to be declared before it can be used. كيف بامكاني اشترط انه we must declare the variable before we can use it. نحكي انه some language constructs are not context free. بعض language constructs هم مش context free. ليه؟ او شو يعني؟ يعني we cannot describe them using context free grammar. كيف بامكاني اشترط انه why must be declared before we can use it on. كيف بامكاني اشترط انه الأوبرانز لعملية المالتبليكيشن لازم يكون نيوميريك أوف نيوميريك تايبس أصلا. كيف بإمكاني أشترط إنه الأديشن هون منقدرش استخدمه مع فويد فانكشنز. كيف بإمكاني أشترط في استخدام الكونتكست فري جرامر على إنه لما أعمل أوفرلودينج لميثود معين الديفينيشنز المختلفة لهذا الميثود لازم يختلفوا في النمبر أو التايب أوف باراميترز. في الكونتكست فري جرامر بقدرش أعمل هذا الكلام. هاي الفيتشرز ار نوت كونتكست فري. إذا في ليميتيشنز للكونتكست فري جرامر. شفنا في شغلات كثير بنقدرش نعملها في الكونتكست فري جرامر. كيف بإمكاني كمان أستخدم الكونتكست فري جرامر عشان أشترط إنه والله وي كانت هاف duplicate class definitions في نفس الباكج. يعني شو بضمن لي انه في نفس الباكج ما فيش عندي كلاس ثاني اسمها my class. اوكي لانه اذا في معنى عندنا ايرور ما بصير. كيف بامكاننا نميز ما بين التايبز المختلفه للفيريبلز اللي عندنا. كيف بامكاني زي ما حكيت من شوي اتاكد انه فعلا الكلاس تاعتي تعمل implementation للانترفيس بطريقة صحيحة, بمعنى كل الابستراكت ميثود المذكورة في الانترفيس فعلا لها definition في هاي الكلاس. هاي الأمور كانت بيضان باستخدام الكونتكست فري جرامر. فشو الحل؟ في اتجاهين للحلول. إما تستخدم ما يسمى بالاتريبيوت جرامرز, أو زي ما نعمل بهذا الكورس, ما زي ما راح نعمل بهذا الكورس نستخدم ما يسمى بالRecursive Abstract Syntax Tree Walk. جماعة الAttribute Grammars حكوا أوكي, بما أنه المشكلة في الكونتكست Free Grammar وهي مش Expressive Enough, مش Rich Enough, خلينا نحاول نعملها Extension. ف طلعوا بما يسمى بالاتريبيوت جرامر اللي هي ريتشر من الكونتكست فري جرامر, مور اكسبريسيف ذان ذا كونتكست فري جرامر. هي اكستنشن عمليا للكونتكست فري جرامر بحيث تقدر تعمل الامور المختلفه اللي حكينا عنها. تشترط انه الفيربل ماست بي ديكليرد بيفور ات كان بي يوزد. تشترط انه والله عمليه الجمع وعمليه الضرب دي سبورت اوبرانز اوف نيوميريك تايبس. بإمكانك تستخدم ما يسمى بالاتريبيوت جرامر كبديل للكونتكست فري جرامر. اوكي لكن الصحيح لها its own limitations وصحيح بتعقد الامور بشكل كبير. اوكي فعشان هيك مش هذا الميثود اللي راح ندرسه ونذاكره في هاي الماده, انما راح نختار البديل الثاني اللي هو ما يسمى بالRecursive Abstract Syntax Tree Walk. هنشوف
simple solutions لمعظم البروبلمز اللي شفناها. Okay. تعتمد على انه راح نعمل ريكيرسيف للابستراكت سينتاكس تري اللي احنا عملنا لها جنريشن للبروجرام تاعنا. This is the approach that we will take in this class. شو المقصود بالابستراكت سينتاكس تري وورك؟ مقصود بكل بساطة انه راح نعملها traversal لها البارس تري. على سبيل المثال لما يكون في عندي الاكسبريشن x plus y ممكن السينتاكس تري الخاصة فيه يكون اشي شبيه بهاي x plus y. وهنا بدنا النتيجة على سبيل المثال. هاي سينتاكس تري للاكسبريشن x plus y. الآن والله we must make sure that x is declared or declared of numeric type. Y كمان is declared or declared of numeric data type قبل ما بإمكاني أعملهم evaluation وأجمعهم مع بعض وأحكي إنه أوكي أو قبل ما أقدر أحكي عملياً إنه هاي ال expression is well formed ما في problems. فال abstract syntax evoke تحكي أوكي والله أعمل traversal للليفت سب تري عشان تتأكد إنه X هذا declared or declared of numeric type وأعمل ويعمل شيء شبيه للرايت سب تري traversal عشان تتأكد إنه Y is declared or declared of numeric type قبل ما يكون بإمكانك تحكي والله X plus Y is well formed. إذا اكتشفت إنه X is not declared أول Y أو واحدة منهم declared of a data type that is not supported أو that does not support بالأصح الأديشن معنى بيكون في عندك semantic problem semantic issue في البروجرام تاعك. هاي المقصود باختصار بالأبستراك سينتاكس تري هو traversal للتري السينتاكس تري لأنه وبعض الأوبريشنز راح نعملها على النود قبل ما نعمل traversal للليفت والرايت سب تريز والبعض الآخر من الأوبريشنز راح نعملها بعد ما نعمل traversal للليفت والرايت سب تريز وبالتالي بتقدر تحكوا إنه الأمور راح تكون مزيج من البري أوردر traversal والبوست أوردر traversal. تذكروا هذه المصطلحات من الكورس الداتا ستراكشرز واظن اني ذكرتكم فيها لما اخذنا البارس تريز لاول مره وشفنا انه لو تعمل ان اوردر ترافيرسل للبارس تريز بامكانك دائما تحصل على السترينج that this parse tree represents its derivation. فحكينا في in order traversal, في pre order traversal, في post order traversal. في pre order traversal ده بتذكره من course data structure قبل ما نعمل processing للنود we must traverse the left subtree. في pre order traversal we must process the node. Okay. قبل ما نعمل traversal للleft subtree وقبل ما نعمل traversal للright subtree. يعني قبل ما نعمل processing لits children we must process the node. في الـ in order traversal قبل ما نعمل processing للنود we must traverse the left subtree يعني نعمل processing لكل children اللي موجودين بالـ left subtree وبعدين نرجع نعمل processing للنود وبعدين نعمل traversal للـ right subtree عشان نعمل processing لكل children في الـ right subtree. وفي الـ post order traversal لا والله راح نأجل العمل والبروسيسنج للنود لغايه ما نعمل ترافيرسال للليفت سب تري وترافيرسال للرايت سب تري بعدين بنرجع بنعمل بروسيسنج للنود. يعني بنعمل بروسيسنج للتشيلدرن قبل ما نعمل بروسيسنج للنود. فاللي عندنا هون الابستراكت سينتكس تري ووك بما انها بتعمل بعض الاوبريشنز على النود قبل التشيلدرن والبعض الاخر على النود بعد ما تعمل بروسيسنج للتشيلدرن فعمليا هي ايش؟ عمليا هي مزيج من ال pre order وال post order وال post order traversals. هاي المقصود بال recursive descent traversal of a tree.
اوكي. الان زي ما حكينا كلمه سيمانتيك اناليسيس مخيفه شوي، مرعبه شوي، لانه بما انه كلمه سيمانتيك معناها المعنى او علم المعاني، يمكن التسميه بتوحي لك انه اللي راح نعمله هو انه نحاول نفهم معنى البروجرام، which is not the case. احنا مش راح نحاول نفهم معنى البروجرام. احنا مش راح نحاول نفهم معنى البروجرام لحسن الحظ طبعا، لانه انك تفهم معنى البروجرام والهدف من البروجرام وتقدر تجاوب اسئله عنه، هذا موضوع شائك جدا اللي يعاني من المشاكل هاي هو اللي بحاول يشتغل بالماشين ترانزليشن. سبيل المثال يكتب كمبيوتر بروجرام ترانزليت تكست من لانجويج للانجويج اخرى. اوكي جماعه اللي اشتغلوا بهذا الموضوع بيعرفوا قديش فهم المعنى صعب، لانه بيعتمد على باكي جراوند نوليدج كم هائل جدا، بيعتمد على باكي جراوند نوليدج كم هائل جدا، صعب انك تحددها وتعمل اكوزيشن وريبريزنتيشن بطريقه ذات يمكن عمليا بروسيس من خلال كمبيوتر بروجرام. لحسن الحظ احنا مش بحاجه نعمل هذا الكلام، مش بحاجه نفهم معنى البروجرام، بس ستيل احنا عندنا issues نسميها semantic issues لانها شبيهه بمشاكل بنواجهها بالnatural languages. بس don't worry مش راح نحتاج لنفهم المعنى ولا نحتاج ل background knowledge to be able to resolve هاي الissues. في عندنا basically two issues: scope checking و type checking. نسميهم semantic issues لانهم شبيهات ب مشاكل بنواجهها بالناتشورال لانجويجز، باللغات الطبيعيه، لغات البشر زي الانجليزيه والعربيه والكلام. يعني مثلا لما نيجي نحكي هون سي اوت اي على سبيل المثال، عن اي اي احنا بنتكلم؟ علما انه في عندنا ما شاء الله عدد كبير من الايز، عن اي اي احنا بنتكلم؟ ليش هي بنعتبرها سيمانتيك ايشو؟ لانها شبيهه، اذا بتذكروا بالمثال في مقدمة الكورس في بداية الفصل، شبيهة بمشكلة زي Jack said Jerry forgot his homework at home. His homework أو his assignment بتعود على مين؟ Jack's assignment ولا Jerry's assignment؟ بالضبط زي الـ A هون بتعود على مين؟ في الـ natural languages احنا بحاجة to resolve هذا الـ issue. اوكي نعرف his assignment بتعود على مين، احنا بحاجة لباكي جراوند نوليدج، بحاجة نأخذ الأمور في سياقها، بحاجة نعرف مين جاك ومين جري، شو علاقتهم في بعض، مع مين كانوا يتحدثوا. given المعلومات هاي كلها we resolve the issue هاب، بنعرف his assignment بتعود على مين بدون تفكير واعي حتى منه، واضح جدا بكون بالنسبة لنا. جاك وجيري اللي بيشتغلوا طلاب زملاء بنفس الفصل اللي بيتكلموا عمالهم، وجاك عماله بيخاطب المحاضر وعماله بيحكي له، المحاضر سأله وين الاسايمنت يا جاك، حكى له جيري فورغت ات ات هيز هومورك. نعرف الكلام عن جاكس اسايمنت، وجيري هو المجرم وجاك عمليا بيحاول يلومه على الخطا اللي صار. اوكي فلأنها بالناتشورال لانجويجز بحاجه لباك جراوند نوليدج وتعتبر سيمانتيك ايشو. اوكي القضيه هاي ايضا بنعتبرها سيمانتيك ايشو، بس زي ما راح نشوف وي كان ريزولف القضايا هاي في البروجرامينج لانجويجز بدون باك جراوند نوليدج، مش بحاجه نعرف قصه حياه اي عشان نعرف عن اي اي احنا بنتكلم. اوكي بحاجه نطبق السكوب رولز اللي بنعرفها كلها كلنا. اوكي فلحسن الحظ don't worry مش بحاجة لباكي جراوند نوليدج ومش بحاجة نفهم المعنى عشان to be able to resolve أو نعمل scope checking عشان نعرف X أو A في مثالنا refers to what object to what entity it refers to.
راح نشوف والله إنه كان نستخدم داتا ستراكشر لطيفة وخفيفة اسمها سيمبل تيبل تو ريزولف، نخزن فيها المعلومات عن A وعن X وعن Y وعن Z، ولما يحكوا لنا سي اوت اكس نعرف عن اي اكس بنتكلم من خلال الرجوع لهاي السيمبل تيبل بدون ما نضطر نعرف قصه حياه اكس وواي وشو بيمثلوا وشو الهدف منهم وشو هدفهم بالحياه وشو علاقتهم في بعض. اوكي، السيمانتيك ايشو الثاني اللي احنا مهتمين فيه اللي هو نعتبره تايب تشيكينج. تايب تشيكينج هو كمان سيمانتيك ايشو. اوكي، زي ما شفنا x plus y شو بضمن لي والله انه x و y are declared as of a numeric type. فيش عندنا مشاكل type، فيش عندنا data type mismatch، وهذا ال expression is will form بالتالي فيش في مشاكل. هذا ال issue بنعتبره semantic issue لانه اذا بتذكره شبيه بقضية في natural languages زي ايش؟ زي قضية إنه والله فاطمة said أو فاطمة forgot his homework at home. فاطمة female، his homework his pronoun بعود على الميلز مش على الفيميلز، وبالتالي في data type mismatch. هاي القضية شبيهة بالdata type mismatch. طيب to resolve it في ال natural languages عادة كمان احنا بحاجة لباكي جراوند نوليدج عشان نعرف فاطمة فعلا فيميل ولا يمكن اسم مستخدم للميلز والفيميلز او في هاي الموقف مستخدم لل او يمكن his homework بتعودش على فاطمة's homework، يمكن تتكلم عن اخوها على سبيل المثال الاصام بتاعت اخوها. بحاجة لباكي جراوند نوليدج عشان تشوفوا امور فيها مشكلة ولا ما فيها مشكلة عن قصة حياة فاطمة وأقاربها الكونتكست والسياق اللي مذكورة فيه. هون راح نشوف مرة ثانية في التايب تشيكينج مش راح نحاج بيكون بحاجة لأنه نعرف قصة حياة الـ X والـ Y عشان نعرف إذا هذا الـ expression is semantically will form ولا لا. بحاجة نعمل abstract syntax tree walk ونعمل بعض الـ operations أثناء هذا الـ walk لهذا الاكسبريشن. اوكي، فراح نركز طبعا على المشاكل هاي 1 باي 1. راح ناخذ بالاول سكوب تشيكينج، لما ننتهي منه ان شاء الله بنرجع لموضوع التايب تشيكينج. خلينا الان بالسكوب تشيكينج القضيه الاولى. بروجرام زي هذا مكتوب بالجافا، بتعرفوا كلكم بتعرفوا جافا، بتعرفوا البروجرام هذا مكتوب بطريقه سيئه جدا لانه مستخدمين ما شاء الله الاي، كأنه في شيء أي identifier name آخر بإمكاننا نستخدمه إلا الA. مستخدمين الA عدد مرات كبير وفي كل مرة يمكن بيعني شيء مختلف. يعني الA هون يعني الكلاس A، الكلاس نيم التايب A. هون في عندي member variable اسمه A، هون في عندي method اسمه A، بياخد argument يا سبحان الله بياخد اسمه A وهو of type A. legal هذا الحكي بالجافا؟ للأسف legal نعم، بس طبعا لا ينصح أن يعملوا don't attempt this at home بمعنى آخر، زي ما بيحذروك من عمل الأمور الخارقة للعادي والخطيرة. كان بحذرك لا تكتب رمزك بهذه الطريقة بالرغم من أنها legal طبعا لأنه سيء من ناحية readability والreliability وكل شيء جدا سيء وحتى writability سهل. وحصل انه هذا الميثود اللي اسمه A بيرجع شو؟ بيرجع value of type A. شو بيعمل؟ بياخد ال object of type A والmember variable فيه اللي اسمه A ايضا وبيعطيه ال initial value character A. بسند له الفاليو A، الكاركتر A. بعدين شو بيعمل؟ بيحكي return A، يعني بيعمل recursive call لنفسه بصير طبعا، وبعطيه كارجومنت بستعدي الفانكشن A وبعطيه كارجومنت
object A بعد ما يعمل له شو هي العملية؟ مين بيذكر؟ type casting بالضبط بيعمل له type casting يعني طبعا فيش داعي أعمل type casting ل A into A بس عشان نعقد الأمور شوي ونحكي لك إنه this is still legal. والآن semantic analyzer الغلبان بحاجة يعمل ويعرف كل A من هاي الA's شو يعني، هل هي type A ولا method A ولا member variable A ولا object A، يعني واضح طبعا واضح طبعا إنه A هون بتعني type A وهون نفس الشيء بتعني type A وهون نفس الشيء بتعني type A، بينما ال A هون بتعني member variable A وهون بتعني member variable A، بينما هون بتعني method A وهون بتعني method A، فهي ال A's بتعني method A، بينما هاي ال A وهاي ال A وهاي ال A صايب يعني ال object A صح؟ فاتني أحكي كمان ال A هون بتعني ال type A، هاي ال A أيضا بتعني ال type A زيها زي ال A's اللي تحتهم خطين. فال semantic analyzer الغلبان لازم يعرف هذا الكلام. اوكي طبعا هون نعمل نفس الخطا، هاي الكلمة لازم تكون لونها بهذا اللون الازرق عشان تعني ايش تايب A. كمان بالسي بلس بلس عندنا هذا الكود اللي طبعا مكتوب بطريقه سيئه كثير بس عشان نورجيك انه ستيل هذا الكود ليجل، مكتوب بطريقه سيئه عشان هيك مسمينه اوف، يعني مره ثانيه don't try this at home، لا تحاول تستخدم هذا الاسلوب في كتاباتك في البرمجه. شو عاملين هون؟ ما عارفين والله اكس هون ومعطينه القيمه 137، ما عارفينه مره ثانيه هون بصير نعم لانه في احنا بسكوب جديد وكان نعرف اكس مره ثانيه اوكي، والمره هي معرفينه سترينج مش انتجار ومعطينه الانيشال فاليو سكوب، هون معرفينه المره الثالثه. طبعا بالجافا بتقدرش تعرف اكس مره ثانيه في هذا السياق بس بالسي بلس بلس بتقدر والسي طبعا، ومعرفينه المره الثالثه ولا رابعه، صارت رابعه رابعه هون المره هي على اساس انه دبل معطينه القيمه بس نديله القيمه اكس، وهون حاكين اف اكس تساوي 137 سي اوت واي عن اي اكس احنا بنتحدث. لحسن الحظ انلايك جاكس وجيريز ستوري احنا مش بحاجه نعرف قصه حياه اكس ولا شو علاقته بسكوب ولا شو علاقته بال فلوت اكس ولا شو علاقته بالدبل اكس، احنا بحاجه ان نطبق السكوب رولز اللي كنا بنعرفها، نعرف انه السكوب للفيريبل تبدا باللحظه اللي بنعرف فيها هذا الفيريبل، والسكوب هي المنطقه، المنطقه في البروجرام اللي اكس عمليا ريفيرز لل ميموري اوبجكت للميموري انتيتي اللي كانت مخصصينها لاكس وحاطين فيها 137، هاي هي السكوب اوف اكس. من اللحظة اللي عرفنا فيها اكس لنهاية البلوك عمليا اللي عرفنا فيه اكس لهون. إذا شو اللي بصير لما أنا أعرف اكس جديد؟ والله السكوب لهاي الاكس بيبدأ من هون، وهاي الاكس عمليا هايتس السكوب لهاي الاكس، بمعنى في هاي المنطقة لو أحكي سي أوت اكس راح تعطيني كلمة سكوب، بس قبلها لو عملت هون سي اوت اكس راح تعطيني 137. إذا
السكوب لاكس صايب بدا هون وراح ينتهي هون، بس اي ديكليريشن جديد لاكس ويل هايد ات، ويل هايد السكوب لهذا الاكس تمبرالي لغايه ما ينتهي السكوب. يعني مجرد ما انتهى السكوب لهاي الاكس راح نرجع within the scope of the outer x. المسألة بتبين معقد كثير، كيف السيمانتيك أناليزر الغلبان راح يعمل هذا الكلام كله؟ راح نشوف إنه الحل بسيط جدا. اتفقنا شو السكوب؟ السكوب هي set of locations اللي الـ entity's name زي x refers للانتيتي نفسها، للانتيتي او الميموري اوبجكت اللي حطينا فيه وخصصنا له اكس. set of locations بمعنى اخر اريا، او بمعنى اخر جغرافيا، منطقه في البروجرام اللي بامكاني استخدم فيها اكس، واكس عمليا ريفيرز للانتيتي هاي. وشفنا انه والله ديكلاريشنز جديد مايت هايد الديكلاريشنز القديمه. اذا في مناطق معينه يكون فيها الـ declaration visible، في مناطق بيكون فيها invisible، لأنه الـ declaration الجديدة hides الـ declaration القديمة لـ x. راح نشوف المسألة بين معقدة، بس حلها راح نشوف إنه بسيط إن شاء الله من خلال استخدام data structure رائعة جدا اسمها symbol table بطريقة ذكية. شو هي symbol table؟ والله السيمبل تيبل هي مابينج من النيم للانتيتي ذات ذا نيم ريفيرز تو. مابينج يعني هي تيبل. في مثالنا هذا على سبيل المثال، والله في اكس هون، اذا راح يكون في عندنا انتيتي في هالسيمبل تيبل. نحكي في عندي ال ايدنتيفاير اكس والميموري لوكيشن اللي مخصص له، راح نحط الادرس للميموري لوكيشن، الادرس لهذا الميموري لوكيشن، وراح نعمل ابديت لهي السيمبل تيبل اثناء عمليه السيمانتيك اناليسيس. راح نعمل ابديت لهي السيمانتيك تيبل اثناء لهي السيمبل تيبل اثناء السيمانتيك اناليسيس. بس في مثالنا اللي راح نشوفه مع بعض المحاضره الجاي، بدل ما نحط الادرس للميموري لوكيشن راح نحط اللاين نمبر اللي مخصص او اللي تعرف فيه هذا الفيريبل، عشان لما نيجي لجمله زي print f هون نحكي عن اي اكس بنتحدث، عشان نحكي اكس اللي عرفناها في اللاين نمبر 1 على سبيل المثال، او اللاين نمبر 5 على سبيل المثال، او وات ايفر. اوكي، فراح نستخدم بدل الادرسز الميموري ادرسز راح نستخدم عمليا من خلال هذا الاكزامبل راح نفهم شو هي سيمبل تيبل، راح نفهم كيف راح نعملها ابديت اثناء السيمانتيك اناليسيس، وراح نشوف شو الاوبريشنز اللي راح نستخدم هاي التيبل من خلالها، وشو الامبلمنتيشن ميثود المناسب لها، هل راح تكون ستاك ولا كيو اوكي ولا ايش بالضبط. فراح نخلي هذا الكلام ان شاء الله للمحاضره القادمه، زي ما نصيحتي متكررة يا أخوان، عشان تيجي المحاضرة القادمة وتقدر تتابع معي وفاهم عن إيش بحكي، ما تضطرش تحوس وتلوس بالمادة هاي عند الفاينل. بليز أعطي هاي المحاضرة ثلث ساعة الويك إند، ذاكرها، تعال محاضرة الأحد عشان تفهم شو اللي أنا بحكي وتكمل معي بدون أي مشاكل إلك بكل سهولة ويسر، لأنه المادة إن شاء الله بسيطة. أوكي، للي بتابعها أكيد بسيطة إن شاء الله. اوكي يا اخوان، اي سؤال لهون؟ اوكي يا اخوان، ما في اي سؤال؟ دكتور سؤال بس بسيط. تفضل. التصحيح متى ينتهي اذا؟ معلش يعني ينتهي. معلش راح التصحيح راح يكون خلال الويكند هاي. معلش انا بعذروني عندي مشاكل صحيه هاي الايام، تاخرت عليكم. عندي مشاكل باذني وتعمل لي صداع وطنين مستمر، ف بمضي اليوم مش عارف اعمل شيء بصراحه، كثير من الوقت وانا مش قادر اعمل شيء، مش اني بديش اعمل شيء. ما تشوف شيء، اسفين على الازعاج.
لا لو تعرف كل البرنامج قديش عندي حافل يعني. فالحمد لله يعني بالعكس يعني انا بكون سعيد لما يكون عندي شغل كثير، ما بكون زعلان، لانه الحياه بدون عمل يعني ابدا مش ممتعه. I'm not complaining، بالعكس عندي طلاب دكتوراه كثير الحمد لله، وعندي طلاب ماستر، وعندي انتو، وسعيد فيكم جميعا يعني. فما عندي اي مشكله، بس ان شاء الله طولوا بالكم علي. وان شاء الله انا بديت فيهم صحيح، بس والله لسه ما كملتهم. فان شاء الله عندي مناقشه دكتوراه يوم الرساله الدكتوراه يوم الاحد، فلازم اقراها الويكند هات واصلح الاساينمنتس تاعتكم، اصلح اسف الاكزام تاعكم. فان شاء الله استطيع عمل هذا الكلام كله في الويكند، وان شاء الله ان شاء الله في الويك اند ابعت لكم اياهم، او الاحد او يوم الاحد ان شاء الله. وش مي لك توفيق توفيق ان شاء الله، توفيق لكم، نشوفك على خير ان شاء الله. يعطيك العافيه، حياكم الله، مع السلامه، في امان الله.